بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا المقال كما نلاحظ عندنا دو سون ميدسان لونس لاليرت فاس اون ابيديمي دانسوفيزونس كاردياك اون فرانس. دو سون ميدسان لونس لاليرت فاس اون ابيديمي دانسوفيزونس كاردياك اون فرانس. اذا دو سون ميدسان لونس لاليرت، اذا نتكلم عن 200 طبيب لونس، إلى أنهم يطلقون، نتكلم عن لوفاب لونسي. لوفاب لونسي يعني أنك تطلق شيئا، تطلق صاروخا إلى غير ذلك، هنا الإطلاق معنوي. إذا 200 ميدسان لونس لاليرت، إذا 200 طبيب يطلقون لاليرت يعني إنذار، يطلقون إنذارا فاس أون إبيديمي، في مواجهة وباء أو في وجه وباء. إذن هم يطلقون إنذارا يحذرون من وباء. ما هو الوباء؟ لانسوفيزونس كاردياك. لانسوفيزونس هذه عكس لانسوفيزونس. نتكلم أحيانا مثلا عن لوفاب سوفيغ، نقول مثلا سا سوفي، سا سوفي يعني أن هذا يكفي. إذن لانسوفيزونس المقصود بها الكفاية. إذن عندما نقول سا سوفي هذا يكفي. طبعا عكسها كما عندنا هنا لانسوفيزونس يعني عدم الكفاية، هنا عندنا لانسوفيزونس كاردياك. إذا نتكلم عن عدم الكفاية القلبي، كما نتكلم عن أن القلب لا يكفي مثلا في مهمته كما عندنا هنا. إذا بمعنى آخر نتكلم عن السكتة القلبية، إذا نقول لانسوفيزونس كاردياك. طبعا ممكن نتكلم مثلا عن لانسوفيزونس رينال، إذا نتكلم عن لغة، نتكلم أحيانا عن لغة يعني الكليتين. إذا لانسوفيزونس رينال، إذا المقصود به الفشل الكلوي. مثلا نتكلم أحيانا عن لانسوفيزونس ريسبيراتوار، لانسوفيزونس ريسبيراتوار. إذا نتكلم عن توقف التنفس، توقف التنفس. إذا كما نتكلم عن عدم الكفاية التنفسي، عدم الكفاية التنفسي، المقصود بأن الرئتين لا تؤديان وظيفتهما بما يكفي. إذا نتكلم عن تنفس غير كافي. إذا كما عندنا هنا لانسوفيزونس كاردياك، لانسوفيزونس كاردياك، إذا نتكلم عن عدم الكفاية القلبية كما نقول بما معناه السكتة القلبية. كما نلاحظون عندنا إن إبيديمي سو بريبار أون فرانس، وباء سو بريبار، كما نقول أنه يتهيأ، أنه يتهيأ. إذا المقصود بأن واحد الوباء أنه في الطريق أون فرانس، في فرنسا. غيان أفواغ أفيك لو فاريون دلتا، rien à voir avec le variant delta، كما نقول ليس له، avec le variant delta، مع المتحول دلتا. بما معناه هنا rien à voir، المقصود به لا علاقة له. rien à voir avec le variant delta، لا علاقة له بالمتحول دلتا. طبعا نتكلم عن المتحولات التي أصبحت لغة اللحظة فيما يخص وباء كوفيد 19. أصبحنا نعيش الكثير من المتحولات التي تخرج من الفيروس الأصلي اللي هو فيروس كورونا. إذن عندنا هنا rien à voir avec le variant delta qui inquiète de plus en plus، إذن لا علاقة له بالمتحول دلتا qui inquiète، الذي يقلق de plus en plus، أكثر فأكثر، المقصود بأنه يتزايد القلق الذي يتسبب فيه. نتكلم هنا عن المتحول دلتا الذي يسبب قلقا متزايدا. إذن سولون لي كارديولوج، إذن نتكلم عن حسب أطباء القلب، سولون لي كارديولوج، كما رأينا قبلا كاردياك. طبعا هذه الكلمة تأتي من لو كور، لو كور، لو كور يعني القلب،
لو كور القلب، كاردياك يعني قلبي، ثم عندنا هنا كارديولوج، إذا نتكلم عن أطباء القلب. سولون لي كارديولوج، إذا حسب أطباء القلب، il s'agit d'une épidémie d'insuffisance cardiaque. Il s'agit d'une épidémie d'insuffisance cardiaque. إذا يتعلق الأمر بوباء السكتة القلبية. Il s'agit d'une fatigue du cœur. يتعلق الأمر بتعب القلب، أن القلب يتعب. Qui n'est plus capable d'envoyer suffisamment de sang pour alimenter l'ensemble de l'organisme. طبعا الذي لن يعود قادرا دونفوي على إرسال suffisamment de sang. إذا suffisamment بشكل كافي. قبل قليل تكلمنا على لو فيرب سوفير يعني كفى، هنا عندنا suffisamment يعني بشكل كافي. كي ني بلو كابابل، الذي لن يعود قادرا دونفوي suffisamment de sang، على إرسال بما يكفي من الدم. pour alimenter l'ensemble de l'organisme. pour alimenter يعني كما نقول لإطعام أو لتغذية. l'ensemble de l'organisme مجموعة الأعضاء. إذا نتكلم عن أعضاء الجسم أو مكونات الجسم أو نظام الجسم. une maladie très grave، إذا نتكلم عن مرض جد خطير. mortel dans certains cas، يعني أنه قاتل في بعض الحالات. إذن دائما نتكلم عن الانسوفيزانس كاردياك، السكتة القلبية. أوه ومع ذلك أوه إن يعني ديبيستاج، إذن ليس هناك تحري. ديبيستي تحرى أثرا، ممكن أن تعني تضليل في أثر. إذن نتكلم عن تحري أثر شيء أو أثر شخص. إذا نتكلم عن لو فيرب ديبيستي، ديبيستاج بريكوس دي كونسير، ديبيستاج بريكوس دي كونسير. إذا نتكلم عن تحري آثار السرطان قبل حصوله، بريكوس كما نقول بشكل مسبق. إذا نتكلم عن تتبع أو تحري بشكل مسبق، سونتر دو ديبيستاج دي سيدا، مركز فحص الإيدز. كما نقول مركز تتبع أو تحري الصيدة. إذا ومع ذلك إن يعني ديبيستاج بخيكوس، لا يوجد تتبع مبكر ني بخيزون شارج، ولا توجد رعاية. أدابتي يعني مناسبة، أدابتي مناسبة كما نقول موافقة. كون إن كريز سيرفيان، عندما تحصل أزمة. كون إن كريز سيرفيان، عندما أزمة تحدث. طبعا نتكلم عن لو فيرب سيرفونيغ، نتحدث هنا عن لو فيرب سيرفونيغ، فعل حدث أو حصل. كون إن كريز سيرفيان شي مالاد، كون إن كريز سيرفيان شي مالاد، عندما أزمة تحصل عند مريض. كون إن كريز سيرفيان شي مالاد، عندما أزمة تحصل عند مريض. إذن كما نلاحظ نتحدث عن مرض جديد يطفو للسطح، طبعا يشكل قلقا متزايدا عند أشخاص كثيرين، ويتعاظم هذا القلق طبعا مع عدم وجود أي تشخيصات مناسبة ولا حتى رعاية مناسبة للمرضى عند وقوع هذه الأزمة. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.